رضيت في لعب منخرط في جمعيات الطارسوس للملاكمة. احنا سعداء جدا بعودة التدريب بعد 3 أشهر من الانقطاع بسبب المعلوم اللي هو فيروس كورونا. احنا سعداء جدا بعودة التدريب وكنبغي نشكر السيد رئيس الجمعية اللي هو السيد إجاب أصفر اللي بصراحة كيدير واحد المجهود كبير في المنطقة من أجل جلب الشباب. وكذلك كنبغي نشكركم أنتم على المجهود ديالكم لمواكبة التدريب في الحصة. كما لا يخفى على الجميع أن منطقة المنزار كتعاني من بزاف ديال المشاكل من بينها الجانب الرياضي، فالجانب الرياضي في المنطقة فهو مهمش جدا يعني بسبب ضعف الإمكانيات. والحمد لله أننا لقينا الجمعية هذه اللي هي المتنفس الوحيد ديالنا. أن الإنسان يعني كما يقال العقل السليم في الجسم السليم. وكنشكركم بزاف وحنا جد سعداء يعني بالعودة ديالنا للتدريب. شكرا لكم بزاف. هشام أصفر رئيس جمعية أبطال سوسي الملاكمة. احنا الآن كنتواجدوا في لاصال ديال الجمعية باش نكملوا التدريب بعد التوقف اللي كان بسبب فيروس كورونا. كنا في الأول كنترينو في الغابة ديال المزار، ما كانوش الإمكانيات، ما كانوش شحال من حاجة اللي ما كايناش متوفرة لينا وما كاينش اللي كيطلع لينا وباش يعاوننا يساندنا في شحال من حاجة. بالنسبة الغابة ديال المزار كنا دينا ليها غير شي بناوات وماتيريال بسيط، فهمتيني، كتريو بشي حاجه بسيطه. وبالنسبه لدابا راه الحمد لله راه الجمعيه دابا راه دارت قاعه ديال التدريب، بقات لها حتى دارت قاعه ديال التدريب على حساب البرد، على حساب شحال من حاجه، على حساب الشتاء. الحمد لله دابا راه كاينه قاعه الجمعيه تقاد لها حتى دارت هاد قاعه ديال التدريب في المنطقه ديال المزار. الحمد لله كاينين حيدنا الشباب ديال المنطقه من المخدرات، جريناهم باش يدخلوا للصال باش نعاونوهم ونساندوهم، واخا رغم ذلك ما كاينينش الامكانيات بزاف. والحمد لله راه كنتقاتلوا باش نخرجوا ابطال في هذه المنطقه ديال المزار. والسلام عليكم. هي حميده المنطقه المزار ايكملوا الاكادير. ايوا اول حاجه بعدا نشكرها السي هشام المدرب اللي يهدي استكملي ونشكي كاتيني بينا نتريني على الغابه. يمين انا في طوغيت لو قدام يمين انا شي يتسجل نس باش يسكر لاصال، يسكر صور لاصال كما غالي راه. ايوا نتمنى كلشي الشباب المزار اكزو دريكاد. الحمد لله كل التريني ارجل بخير. ايوا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنخدم لكم راسي في هذه بيني، انا منخرط جديد في هذه الجمعيه. انا جيت بفضل الدراري اللي عاونوا لي على هذا لاصال هذا عندهم امكانيات زوين مقارنه مع اللي كانوا قبل كانوا كيترينيو في الغابه كما قالوا لي عندهم ريسك بزاف تما في الغابه. ودابا بفضل الاستاذ هشام صفار اللي قام بهذا المجهود هذا ودارينا لاصال. وكنوصيكم على ثلاث حوايج، الصلاه والصبر والقرايه. شكرا.